وأنفع خير وهو يعلم السر وأخفاه. بمعنى بل أن كتب الله لها النقاء ظهرك ورجعت إلى أهلك كيوم ولدتك أمك. فمن نكت فإنما ينكث على الذي أظلمه مع الله. وفي ولده. كان هذا اللقاء اليوم في مثلي الشعانبة لقاء مثمر، لقاء فيه الأخوة والمحبة. الله إن شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا الجزائر من كل مكروه وسوء. إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يذم للناس فيها مكروه. لقاء مبارك، نبارك لهذا اللقاء بصفة عامة، نبارك لصاحب اللقاء هذا الذي دأب على عقد هذا اللقاء، استضافة حجاج، استضافة يعني ضيوف، وهذا الإكرام المبالغ فيه. 10 ولاية 12 ولاية يحضروا كاع في هذا العرس كل سنة بالمناسبة نتاع الحجاج، تيجوا من الأماكن البقاع المقدسة يدير لهم يعني واليمة هذه، ومن وراء الواليمة هذه اللقاء وتعارف وأخوة. وراك تشوف الإخوة اليوم الأباضيين المالكيين وجاوا من كل بلاد. 20 سنة نطور في هذا الحجاج، كيجوا من بيت الله الحرام نعرضهم من كل من الأقواط من أبيض من الولاية كاملة. ورانا الحمد لله نديروا المسؤولين ونخلط نديروا ان شاء الله بين اخواننا الاباضيين، رانا زقوا معنا ثاني باش نعيشوا حنا وياهم كيف كيف. الحمد لله رانا في حاله زينه حنا وياهم، ربي يبارك.